أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف أو اللباس العاري عند محارمها من إخوانها وأبيها ونحوهم؟ لا، يقول لك إلا الزوج، الناظم يقول إلا الزوج، ولا تلبس هذا إلا عند الزوج فقط أو السيد، تلبسه الأمة عند سيدها، أما عند غير الزوج ما يجوز ولو كان من محارمها. نعم.